وزير الخارجية سامح شكري في زيارته اليوم إلى بلجيكا سيلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومن المرتقب أن يلتقي يوم غد بأمين عام الناتو، بالإضافة أيضا إلى لقائه مع جوزيف بيلر وهو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. إذن هذه جولة مع العديد من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي وأيضا عدد من وزراء الخارجية في دولة أوروبا والجانب الغربي من العالم، وبالتالي هذه الزيارة تأتي لسببين. السبب الأول هي تبادل العلاقات بين الدولتين، وخصوصا أن وزير الخارجية سامح شكري يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي. على الناحية الأخرى، بطبيعة الحال سيكون ملف سد النهضة هو على رأس هذه الملفات المشتركة بين مصر وهذه الدول التي سيلتقي بها وزير الخارجية المصري في زيارته التي تستمر لمدة أيام، بدأت من اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة بلقاء كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على الموقف المصري من ما تقوم به إثيوبيا في هذه الأونة من ملء الثاني لسد النهضة، وأيضا ما قامت به مصر من مفاوضات ومباحثات خلال السنوات العشر الماضية. إذن مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق لوقف الملء الثاني، أيضا لإطلاع الدول الأوروبية على الموقف المصري وما قد يقوم به أو تقوم به مصر من خطوات مستقبلية، خصوصا وأن تصريحات وزير الخارجية المصري قال أن جميع الحلول مطروحة. إذن قد يكون هناك عدد من الأطروحات أمام الرئاسة المصرية في هذه الأونة في حال إذا لم تصل المفاوضات الجارية أو فشلت جلسة مجلس الأمن، خصوصا وأن وزير الخارجية المصري كانت أيضا له تصريحات تتعلق بهذا الأمر، وقال أن أعضاء مجلس الأمن لم يقفوا بجانب مصر في هذه القضية، وذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بالجانب الإثيوبي. وعلى هذا النحو مصر تحاول إطلاع الدول الغربية بما قامت به من مباحثات ومفاوضات خلال السنوات الأخيرة في ملف سد النهضة، وما قامت به من تنازلات أيضا في هذا الملف، وما قد تقوم به خلال الفترة المقبلة لإطلاع الجانب الأوروبي على هذا الأمر. طيب كريم، ابقى معنا كريم.